ما تسوى فيس الهوى ما اشتم انا انت لو ما بي احيس والله لو ما يضوى وجهك ما شفت نور الشميس وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما زاويها حفنتي تراب وجهك مضويها انت لو ما بيها والله ما زاويها حفنتي تراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم في كل خير، وحياكم الله أخوتنا وخواتنا متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام وبرنامج كن مع الحسين عليه السلام. جمعة مباركة عليكم إن شاء الله يا رب بتمام الصحة والعافية وقضاء الحوائج، ونسأل من الله بحق هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام الأخيرة وليالي القدر أن يقضي لكم حوائجكم، وإن شاء الله يا رب يعمل الأمن والأمان على العراق الحبيب وكل دول العالم والشيعة أمير المؤمنين عليه السلام في أصقاع الأرض. نتوجه للسلام على سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين نيابة عنكم وعن أبي الفضل العباس، ونرجع ونكمل وياكم الحلقة. تفضلوا ويانا. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبو عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين، السلام عليك وعلى فاطمة الزهراء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا قاضي الحاجات يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. نعم أخوتنا وخواتنا، حلقة جديدة من برنامج كن مع الحسين عليه السلام، مثل ما تعودتم بداية رمضان واليومنا هذا، وإن شاء الله إلى نهاية رمضان في تمام الساعة 11 من على شاشة قناة الإمام الحسين وبرنامجها كن مع الحسين، نستقبل اتصالاتكم للسلام على سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين وأخي أبي الفضل العباس، وناخذ الاتصالات. وأول اتصال ويانا الأخت عذراء من بابل. جمعة مباركة أختي العزيزة. السلام عليكم أخت عذراء. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، أسعد الله صباحكم بكل خير وجمعة مباركة عليكم إن شاء الله. علينا وعليكم على الجميع إن شاء الله. نعم أختنا العزيزة، نتوجه إلى زيارة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين وأخي أبي الفضل العباس. ألو أخت عذراء تسمعيني؟ الو اخت عذراء بلا زحمه عليك، اذا تسمعيني فصوت التلفزيون نصي. دا اسمع اخويا صوت التلفزيون. اقدر اسلم على السيد مولاي ابو عبد الله ان شاء الله؟ نتوجه للزياره لكن صوت التلفزيون ينصح حتى تسمعيني من التليفون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى ابو الفضل العباس اخي الحسين، وعلى سيدتي ومولاتي سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وعلى الإمام علي عليهم الصلاة والسلام. هويا سجل اسمي عذراء وعائلتها لقضاء الحاجة. إن شاء الله كنت بخدمكم، سجلت عذراء والأهل والأرحام وعائلتها لقضاء الحاجة. زينب والعائلة إن شاء الله وبخدمتكم. وشكرا لكم واتصالكم، وناخذ اتصال اللي بعده الاخت ام علي من بغداد. السلام عليكم اختنا العزيزه. السلام عليكم يا ام علي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اسعد الله صباحكم بكل خير وجمعه مباركه عليكم ان شاء الله يا رب. اجمعين يا رب، الله يحفظكم. الله يسلمكم. نتوجه إلى زيارة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام أختنا. أم علي أختي العزيزة إذا تسمعيني، توجه إلى زيارة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين. إن شاء الله أسمعكم، الله يحفظكم. السلام على الحسين وعلى
سلام. أولاد الحسين وعلى أفهم وعلى الحسين أولاد الحسين وعلى أفهم عليه السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سيدي مولاي الله وبركاته. ان شاء الله يا ام علي دعاء مستجاب وزياره مقبوله وحوائج مقضيه. نسال من الله ان يمن عليكم بتمام الصحه والعافيه وقضاء الحوائج بحق هذا الشهر الفضيل. واداه الله عليكم ان شاء الله بالخير والعافيه وحماكم الله وحمى كل اخوتنا واخواتنا ومشاهدينا من هذا المرض ومن هذا الوباء ان شاء الله، ودعواتنا لشفاء جميع من اصيب بهذا المرض ان شاء الله. ويانا اتصال الاخ الزهراء فاضل من البصره. السلام عليكم أخو الزهراء. السلام عليكم. السلام عليكم أخوي العزيز، حياكم الله وأسعد الله صباحكم بخير وجمعة مباركة. أحب أزور سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. إن شاء الله نتوجه للزيارة أختنا العزيزة. السلام على الحسين. السلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه بالفضل العباس وعلى أخيه زينب ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز أحب أستدل والد ووالدي أبو عباس وأخي عباس وأخي نضال مريضة وغادر بنتي إخلاص. ان شاء الله سجلتهم ونكتب وراها لقضاء الحوائج والشفاء، وبخدمتكم اكون. وشكرا لكم ولاتصالكم. وناخذ اتصال الاخت فاطمه محمد من محافظه البصره. السلام عليكم. الو السلام عليكم. جمعه مباركه عليكم ان شاء الله يا رب اختنا العزيزه. أخت فاطمة سلام عليكم، حاليا صوتك على البث المباشر. جمعة مباركة إن شاء الله. أخت فاطمة إذا تسمعينا بلا زحمة علي صوت التلفزيون نصي واسمعينا من التليفون. نعم. نعم أخت فاطمة، نتوجه إلى زيارة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم. أيوه. كملي زيارتك أختي العزيزة، كملي زيارتك. أزور سيدي ومولاي معتمدي ورجائي نيابة عني وعن ذوي وعن أخواني وخواتي. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، بقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر الأهد مني لزيارتك. نعم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أختنا العزيزة سجلنا اسمكم على رأي السيدي مولاي أبي عبد الله الحسين، وإن شاء الله يا رب حوائجكم مقضية ودعائكم مستجاب وزيارتكم مقبولة. شكرا لكم واتصالكم. ونأخذ اتصال الأخت أم حسين من مدينة الناصرية. سلام عليكم أم حسين. سلام عليكم. أم حسين سلام عليكم. إن شاء الله يا رب توفق للاتصال مرة ثانية، قد يكون أنه ما تسمعنا. راح نكتب اسمها على الراية ونسأل من الله أن يتم عليها بتمام الصحة والعافية. أم حسين والأهل والأرحام. وناخذ اتصال اللي بعده الحاج عبد الحسين من إيران. سلام عليكم.
السلام عليكم حاج. الو السلام عليكم. ان شاء الله يا رب يوفق الاتصال ويعاود الاتصال بينا، اكيد راح نكون نائبين عنه بالدعاء والزياره وراح نكتب اسمه على الرايه. عبد الحسين والاهل ايضا والارحام لقضاء الحوائج. وناخذ اتصال ورجع عاود الاتصال بينا الاخ عبد الحسين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وجمعه مباركه عليكم ان شاء الله يا رب. الو الو اسمعك. السلام عليكم. الو الو عبد الحسين اسمعك حبيبي. عليكم السلام ورحمه الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام اخوي العزيز، اذا تسمعنا في صوت التلفزيون نصي. معاكم المحمره. حياكم الله اخوي العزيز وسجلنا اسمك على الرايه. الله يخليك. حبيب. الله يخليك. نتوجه الزياره سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين عليه السلام. اخ عبد الحسين اذا تسمعنا اخوي العزيز فتوجه له زياره سيدي مولاي ابي عبد الله. العفو من الاخ المخرج، اذا مو زحمه عليك حاول لنا الاتصال اللي بعده. اخ ان شاء الله اخوتنا واخواتنا قبل ناخذ اتصال من الاخ ابو صفاء. اذا مو زحمه عليكم اخوتنا اخواتنا اللي شاهد البرنامج خلي يكون يسمعنا من التليفون، لانه هذا يبقى يسمع من الشاشه. اولا الاتصال راح نقطعه، ثانيا انه اكو فد فاصل ما يقارب 20 او 30 ثانيه و40 ثانيه بين الاتصال وبين البث المباشر، فاللي اترجاه منكم انه وقت الاتصال تتركون التلفزيون جانبا وتسمعونه من التليفون حتى انه ما نقطع اتصالكم. وناخذ حاليا ابو صفاء من مدينه البصره. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. حياكم الله وجمعة مباركة عليكم إن شاء الله. رمضان كريم صيام مقبول. علينا وعليكم يا رب قبول الطاعات وحسن العبادات إن شاء الله. نتوجه لزيارة الإمام الحسين إن شاء الله. ونقول السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى علي بن حسين، السلام على أبا الفضل العباس، السلام على بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني. عليك مني سلام الله ما بقيت لزيارتكم الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد لزيارتك سيدي يا مولاي يا ابا عبد الله الحسين. ان شاء الله يا رب دعاء مستجاب وزياره مقبوله وحوائج مقبوله. نسالكم الدعاء ان شاء الله. الله القبول ان شاء الله بحسن العاقبه ان شاء الله يا رب وقبول الطاعات بهذا الشهر الفضيل. اسم حضرتك كتبناه على الرايه ونسال من الله ان يوفقنا واياكم لخدمه محمد وال محمد. وشكرا لك ولاتصالك. ويانا الاخ ابو علي من ديوانيه. السلام عليكم. ابو علي اذا تسمعنا السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. صباحكم وجمعه مباركه. علينا وعليكم يا رب تمام الصحه والعافيه. اللهم صل على محمد وال محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سنت. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقى الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم يا حسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى زوار الحسين وعلى بقعة كربلاء وعلى من ساكن في كربلاء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى فجيعيك علي الأكبر وعلي الأصغر وعلى جاريك حبيب ابن مظاهر وأبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. وأخي ادعوا لنا والزيارة بالنيابة عنا. ان شاء الله نكون بخدمتكم وتقبل الله منكم الطاعات وزياره مقبوله ان شاء الله. نعم يا ابو علي اسمعك.
انقطع اتصال، لكن ابلغ الاخ ابو علي انه اسمك كتبناه على الرايه وكتبنا من بعده الاهل والارحام، وان شاء الله يا رب ما راح ننساكم لا من الدعاء ولا من الزياره. مسلم الله اني من عليكم بقضاء الحوائج. وناخذ الاخت ام زهراء من محافظه ميسان. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله وجمعه مباركه عليكم ان شاء الله. اسم الله والديك عيد عليكم بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله نتوجه الى زياره سيدي مولاي ابي عبد الله الحسين اخوتنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اصحاب الحسين وعلى اهل البيت اجمعين. السلام على ابو فضل العباس. السلام عليهم اجمعين. نعم أختي، إن شاء الله يا رب دعاء مستجاب وزيارة مقبولة وحوائج مقضية. أكيد أنه ما راح ننساكم لا من الدعاء ولا من الزيارة. سجل سجل اسم عراية. كتبنا أم زهراء، تحبين تضيفين اسمك الحقيقي؟ زهراء وخديجة ومحمد. أم زهراء وخديجة ومحمد وحسان. نعم إن شاء الله كتبناهم. وحسان كتبناهم أختي، حق خديجة محمد إحسان. لا إحسان الوحدة اسمه. إيه نعم كتبنا خديجة وكتبنا من بعدها محمد وكتبنا إحسان. عندك بعد أسماء؟ أو فاطمة. نعم وفاطمة نعم بعد وفضيحة. إن شاء الله وبخدمتكم، ونسأل من الله أن يقضي جميع حوائج الأخوة والخوات اللي كتبنا اسمهم على الراية. وشكرا لكم ولاتصالكم. ناخذ اتصال. الأخت أم زيد من محافظة بابل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله أختنا وجمعة مباركة عليكم إن شاء الله. رحم الله والديك علينا وعليكم إن شاء الله. جعلكم الله من المنتظرين لقائم آل محمد عليهم السلام. أخت أم زيد، نتوجه إلى زيارة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين ونقول السلام عليك يا أبا عبد الله، وإن شاء الله يا رب زيارة مقبولة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختنا العزيزة، صوتش نسمعه. نتوجه إلى زيارة سيدي مولاي أبي عبد الله. السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام. نعم أختي، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. إن شاء الله نائبين عنكم بالدعاء والزيارة، ونسأل من الله. السلام. السلام عليكم. نعم يا أم زيد، إن شاء الله راح نكون نائبين عنك بالدعاء والزيارة، ونسأل من الله أن يقضي حوائجكم. وشكرا لك واتصالك. ونأخذ اتصال الأخ كريم عبودي من مدينة بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وجمعة مباركة عليك وعلى الأهل بالصحة والعافية إن شاء الله. عليك وعلى أمة محمد إن شاء الله. وإياكم يا رب. نتوجه إلى زيارة سيدي مولاي يا أخ كريم. رحمة الله على والديك. وعليكم الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومحتقدي ورجاي عني وعن والدي وعن والد والدي وعن جيراني وعن جيران جيراني وعن كافة شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أبو الفضل العباس وعلى حبيب وعون وجحفر وعلى كافة آل محمد أينما حلوا وكانوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي رحمة الله على والديك. والديكم بالرحمة أخ كريم. اسم حضرتك كتبناه على الراية وخصيناه بالأهل والأرحام. في خدمتك أكون. تفضلوا. طلب يوم عرفات نرجو أن تقرون دعاء الإمام الحسين عليه السلام يوم عرفات.
إن شاء الله أكون بخدمتك وبخدمة كل أخوتنا وخواتنا متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام، وهذا واجب علينا وهذا مو طلب، أنت تأمر أمر وإحنا نكون بخدمتك وننفذ هذا الأمر. رحمة الله على والديك. حياكم الله، حياكم الله، شكرا لك ولاتصالك. وناخذ الاتصال اللي بعده، الأخ أمير من أستراليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل الله على نور المصطفى محمد وآل محمد. جمعة مباركة إن شاء الله يا أخوي. علينا وعليكم يا رب تمام الصحة والعافية وقضاء الحوائج إن شاء الله. اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله جمعة الرحمة، جمعة الخير إن شاء الله، جمعة راحة البال، قبول الأعمال والطاعات إن شاء الله في شهر هذا الفضيل. أحسنت. وشهر أحسنت. الطاعة والغفران إن شاء الله. أحب أزور سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين نيابة عن مولاي صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل مخرجه وجعلنا المستشهدين بين يديه ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين يا أبا عبد الله متعطشين الزيارة يا مولاي، وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا قطيع الكفين يا أبا القب العباس. السلام عليك يا مولاتي الحوراء زينب أم المصائب والرزايا ورحمة الله وبركاته. اكتب اسمي واسم زوجتي زهراء والعائلة للقبائل حوائج. الله يبارك فيكم إن شاء الله على هاي القناة الكريمة والفضيلة إن شاء الله يا رب العالمين، قناة مولاي أبي عبد الله الحسين، ونسألكم الدعاء إن شاء الله ونكون بخدمتك. وأكيد ما راح ننساكم لا من الدعاء ولا من الزيارة، ونسأل من الله أن يمن عليكم بقضاء الحوائج والصحة والعافية وكل ما تتمنوه إن شاء الله. وشكرا لك ولاتصالك. ونأخذ الأخة محمد من مدينة البصرة. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم. إن شاء الله. ألو يا أم محمد تسمعيني؟ اي نعم اسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نتوجه الى زيارة سيدي مولاي ابي عبد الله. جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. صيام مقبول ان شاء الله. والله يعودكم ان شاء الله بالصحة والعافية. واياكم يا رب. نتوجه الى زيارة سيدي مولاي ابو محمد. سيدي ومولاي الحسين عليه السلام، وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبو الفضل العباس عليه السلام وعلى الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله، ولا جعله الله آخر العهد من زيارته. نعم يا أم محمد، سجلوا أسماءنا رحم الله والدي. إن شاء الله كتبت اسم حضرتك. كتبنا أم محمد وكتبنا والأهل والأرحام. زينب ومنتصر، زينب ورباب ومريم منتصر رباب مريم بعد للشفاء وقضاء الحاجة للشفاء رحم الله والديكم على هذا البرنامج وقضاء وكون بخدمتكم الحوائج. إن شاء الله يا رب حوائجكم مغضية بحق سيدي مولاي بالفضل العباس والإمام الحسين عليه السلام. وشكرا لكم واتصالكم. ونأخذ اتصال الأخ علي عبود من بغداد. سلام علي. انقطع اتصاله لكن نكتب اسم علي. ونأخذ الأخت أم محمد. علي والأهل والأرحام ونقول السلام عليكم يا أم محمد. أم محمد السلام عليكم. نعم يا أم محمد إن شاء الله تسمعنا. وناخذ الاتصال اللي من بعده. أم محمد والأهل. السلام
والأرحام. نعم نتوجه للزيارة يا أم محمد، اسم حضرتك كتبنا على الراية، توجه إلى زيارة سيدي مولاي بعبد الله الحسين عليه السلام. السلام عليكم أم محمد، نتوجه للزيارة. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين سنتي. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبو الفضل العباس يا قمر العشيرة ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله يا رب زيارة مقبولة وحاجة مقضية، وإن شاء الله راح نكون نائبين عنكم لقضاء الحوائج بالدعاء، وإن شاء الله يا رب دعانا مستجاب لقضاء حوائجكم. وشكرا لكم ولاتصالكم. ناخذ اتصال اللي يليه، الاتصال اللي بعد انقطع، بس إذا مو زحمة عليكم اسمه شنو كان؟ محمد. محمد تيجان والأهل والأرحام. وناخذ اتصال اللي بعده إذا كان أكو اتصال، وإذا ماكو اتصالات. الأخ أبو عباس من إيران من محافظة الأهواز، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عباس، وجمعة مباركة عليك إن شاء الله. أبو عباس أنا من الأهواز. حياك الله. نتوجه إلى زيارة سيدي مولاي يا أبو عباس. شلونك حبيبي؟ بخير ما دامك بالخير. ابو عباس بلا زحمه عليك، اسمعني من التليفون، اسمعني من التليفون، التلفزيون تركي. تعال ابو عباس. حبيبي انت مخابر الزور لو حتى تحب تسمع صوتك، صوت التلفزيون نصي؟ اي صوت التلفزيون نص صوت التلفزيون. السلام عليكم، الله يساعدكم. بخير ما دامك بالخير. نتوجه الى زياره سيدي مولاي بعبد الله الحسين يا ابو عباس. السلام عليك يا ابو عبد الله الحسين. وشكرا لك ولاتصالك يا ابو عباس. ويانا الاخت ايه من الدجيل، السلام عليكم. السلام عليكم يا أخت آية. ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة عليكم إن شاء الله يا رب، وجعلكم من المنتظرين لسيدنا مولانا قائم القائم بأمر الله إن شاء الله، الإمام الحجة ابن الحسن المنتظر إن شاء الله. جمعة مباركة علينا وعليكم إن شاء الله، ان شاء الله خير ورحمه علينا وعلى امه محمد ان شاء الله واياكم. نتوجه الى زياره سيدي مولاي بعبد الله يا اخت ايه. السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي ليل والنهار، ولا جعل الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام على قطيع الكفين ابي الفضل العباس ورحمه الله وبركاته. السلام نعم اختنا، ان شاء الله يا رب دعائكم مستجاب وحاجتكم مقضيه. اسمكم كتبناه على الرايه، ونسال من الله ان يمن عليكم وعلى كل الاخوه اللي اتصلوا بينا بتمام الصحه وقضاء الحوائج وغفران الذنوب بحق هذا الشهر الفضيل وبحق هاي الايام المباركه وبحق هذا اليوم اللي هو اخر يوم في شهر رمضان من الليالي من الجمع. نسأل من الله أن يوفقنا وإياكم في خدمة محمد وآل محمد. كنت معكم أخوكم سيد عماد الحكيم، دمتم في رعاية الله وحفظه.